محمد صلاح جناح ليفربول خرج النهارده مصاب في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تدخل عنيف من حمزه تشودري لاعب ليستر سيتي، وده اللي ادى لانتقاد يورجن كلوب للاعب ليستر سيتي. تلقى صلاح العلاج على ارض الملعب ولكنه ما كانش يقدر يكمل، وبالتالي خرج ودخل لاوضه اللبس، وبيتقال بانه كان مش قادر يقف حتى هو في اوضه اللبس، فيعني كان على الارض. ويورجن كلوب كان متضايق جدا بانه الاصابه يعني بايخة، وقال الصحفيين لا يمكن قبول هذا النوع من التدخلات. صلاح على أرض الأوضة أوضة اللبس، وإزاي هيكون كويس؟ إحنا كلنا عارفين حالته، أو إحنا عارفين الإصابة عاملة إزاي، لكن مش عارفين ما مدى خطورتها، لكن من الواضح بأنه الإصابة صعبة. خلينا نتمنى السلامة أكيد لواحد من نجوم منتخب مصر، نجم ليفربول الأول محمد صلاح، إن شاء الله يكون بالسلامة، وأكيد هنعرف في خلال الساعات القادمة إيه اللي بيحصل.